بالنسبة كمان لأخبار المحافظات، في الإسكندرية تم إطلاق المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة في 4 مراكز، واللي بتستهدف رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب وكمان مواجهة الدروس الخصوصية. في الشرقية تم تنظيم ملتقى توظيف لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب. كمان امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة تم تدشين مبادرة معا هنقدر. دي مبادرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن كان الانطلاق لها في محافظة السويس. كمان في كفر الشيخ تم بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات. خلونا نعرف تفاصيل وأخبار أكثر من هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها انطلاق المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة في 4 مراكز، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية. في الشرقية انطلق ملتقى التوظيف بمشاركة 40 شركة لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب في إطار برنامج فرصة اللي بينفذ من خلال مشروع تشغيل الشباب في مصر بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي ومحافظة الشرقية ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. فأسيوط أعلنت المحافظة اعتماد قرار تغيير المسمى الوظيفي 118 معلم من العاملين بمديرية التربية والتعليم طبقاً لأحكام القانون، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعياً. في المنوفية تم تنظيم 31 نشاط ثقافي وفني خلال أسبوع ب 17 موقع ثقافي بمختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 886 مستفيد، وده في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية لارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين. في الغربية نظمت جامعة طنطا قوافل طبية لثلاث قرى بالمحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 3404 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 253 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. فأسوان تسلمت المحافظة دفعة جديدة من معدات وسيارات منظومة النظافة اللي تم توريدها للمحافظة بواقع 7 سيارات قلاب و2 سيارة فنطاس مياه، وده ضمن أسطول بيضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف بالطرق العامة والأماكن السياحية. في السويس شهدت المحافظة تدشين مبادرة معاً هنقدر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بينظمها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة من خلال تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع الأحياء والمديريات والجهات المعنية على لغة الإشارة لتسهيل تقديم جميع الخدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة بدء تلقي طلبات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات رياض الأطفال، وبيتم التقديم على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.